صباحكم الله بالخير. صباحكم الله خير بالخير متابعي صفحتنا صفحة أفتا وأسبرجر، ويوم سعيد إن شاء الله. اليوم نتكلم على موضوع اسمه متى يعني تكون المكملات الغذائية والفيتامينات نافعة لطفل التوحد. فموضوع هذا طبعا مطروق كثيرا سابقا في صفحات اللي تهتم بالتوحد، وغالبا ما يستغل من بعض الناس اللي يريدون أن يستفيدون ماليا، يكبرون حجم الموضوع ويخلوه فيه كثير من الأسرار والخزعبلات من أجل الحصول على الاستفزاز اللي بالنتيجة يؤدي إلى منافع مالية لبعض هؤلاء الأشخاص. متى تكون المكملات الغذائية والفيتامينات هي نافعة لطفل التوحد، ومتى تكون غير نافعة أو غير مهمة؟ هذا هو السؤال اللي يريد نجاوب عليه في هذه الخاطرة الصباحية، لأنه مهم جدا للأهالي، وبنفس الوقت أيضا يدفع احتماليات الاستفزاز والدجل والشعوذة اللي يصير تحت هذا العنوان، عنوان أنه أنا أبيع لك مكملات وبيها مواد وابنك يصير زين وكذا، مجرد كذا وهاي كذا ومجربة، وفلان يدخل على فلان ويدخلون الجيوش الإلكترونية بالدعم، تنتهي القضية أنه هي عبارة عن مكملات عادية لا قيمة لها أو ما غيرت كثير من صيغة الولد. فإذا في هذا الموضوع اللي هو دور المكملات الغذائية في طفل التوحد، أو متى يكون استخدامها مهم، وما هي النتائج المتوقعة لاستخدامها، راح نذكركم بنقطة أساسية في التوحد. أول شيء، التوحد هو ليس اضطراب واحد ولا يقع بسبب واحد، إنما العلماء يبحثون ويجدون غالبا أسباب أحادية قليلة، قد تقريبا تصير نسبة 1% مثلا يجدون لها سبب واحد، مثل ما هو مثلا بالفرجال اكس سيندرام أو في أمراض أخرى مثلا ريد سيندرام، الأمراض المتلازمات اللي هي معروفة الجين والبروتين النقص فيها أو المشكلة الجينية اللي تسبب التوحد. في الغالب التوحد هو منوع الأسباب، ويرجح يعني سبب على ترجح فيه سببية المشكلة الحملية أو مشاكل الحمل أو الضرر الولادي أو حصول نقص في التروية الدماغية للطفل أو قلة أو نزول خديج يعني غير كامل أو قليل الوزن أو تعرض لوعكة صحية شديدة أو بقاء عند اليرقان لفترات طويلة بالطفولة وبارتفاعات عالية. هناك أسباب عضوية بيولوجية وهناك أسباب موروثة جينية، يعني طفل لديه إخوة لديهم طيف توحد يعني كثير مثلا في العائلة في الأقرباء، فهذا فرضية أنه الموروث الجيني تكون أكبر من فرضية الضرر الولادي. يعني احنا قسمنا الأسباب إلى ثلاثة طبعا، وإحنا لا يمكن أيضا حصرها، لكن على الأرجح أنه هناك موروث جيني، وهناك ضرر ولادي أو بالحمل، وهناك قلة تفاعل بيئي أو بيئة غير محفزة ساعدت على الابتعاد عن التداخل الاجتماعي وجعلت الطفل ضعيف في التواصل. أكيد هو يكون يحمل شيء من تلك. المهم يعني أنت من تنظر في تقييم الطفل وتشوف أنه أرجحية أي سبب من هذه الأسباب، طبعا كل سبب من هذه الأسباب يأخذ مجموعة أيضا من المشاكل، ولكن بصورة عامة تشوف أنه الطفل والله تضرر حقيقة بالولادة ضرر واضح، وأنه أخوته كلهم سليمين، وأنه في العائلة ما في طفل فيه شيء من سمات التوحد، والموروث الجيني العائلي أيضا ضعيف، فترجح أنه الموضوع هو على الأرجح الضرر، طبعا يكون على الأرجح يكون ضرر الولادي، لكن وجود موروث جيني خفيف لازم موجود، يعني لا يمكن بكل حال أن يحدث إلا بوجود شيء من الموروث الجيني.
لكن على أرجحية ضرر الولادة هو السبب وراء هذا اللي حصل، اللي هو أدى إلى عدم نمو جهاز العصب المركزي بصورة مثالية وأدى إلى صعوبات التواصل. وبنفس الوقت إنه لا والله العائلة لديهم موروث جيني، أحد الأخوة أيضا فيه سمات واضحة من سمات التوحد وإن كان نطق في وقته وكذا، لكنه قليل الأصدقاء صعب الميراث، وأيضا أحد الأبوين لديه تلك السمات واضح، فالطفل غالبا يكون رأسه شوية كبير في البدايات، هذا اللي يسموه كلاسيكال أوتيزم أو التوحد المثالي أو كانر أوتيزم. هذا يعني أنه الجانب الموروث الجيني أرجحيته أكثر من الضرر، وإن كان تعرض أحيانا لمشاكل في الولادة ولكن الضرر يعني ربما خفيف. إذا صار عندنا أرجحية الموروث الجيني وأرجحية الضرر الولادي، بقى أنه طفل والله أول ما ولد في بيئة محرومة، لا يوجد أصدقاء، الأب والأم في العمل، تعرض لشاشات وبقى يجلس التلفزيون لفترات طويلة، هذا صارت عندنا أرجحية المشكلة البيئية أو هم يسموها حرمان بيئي، ولو أنا ما أؤمن بها الكلمة هاي، ولكن بنفس المعنى أنه لم يستطع الطفل أنه يجد بيئة محفزة تفاعلية، فذاك الوقت لم يتعلم الكلام ولم يتعلم اللعب مع الأطفال وأصبح فيه طيف من التوحد. هذه مهمة في التشخيصات، مهمة في العلاجات، مهمة في إدارة الملف بالنسبة للأبوين. إذا أريدكم تفهموها بقوة أنه عندنا مشكلة ويا أرجحية سبب التوحد. طبعا الأب والأم يدوخون كثير ويقولون إحنا والله ما عندنا أحد بالعائلة أو كان الحمل طبيعي، لكن بالتقييم أثناء التقييم خاصة اللي يستخدم التقييم اللي احنا نشرناه على طريقة المحكات الثلاثة، يلاحظ أن الطفل اللي ما عنده موروث جيني قوي راح يصير عنده محك التكرار والتحديد يكون قليل، يعني ما عنده صفات تكرارية، ما عنده رغبة بالتصفيط الأشياء، ما عنده تملكية جدا عالية، ما عنده رغبة إرجاع، ما عنده حركات تكرارية قوية، التكرار ما عنده تكرار كلامي، ما عنده تحدد بالطعام شديد. هذني من يصير ضعيفات أيضا يفيدنا في تشخيص الطفل إن كان هل هو طفل يعني فيه موروث جيني قوي أم لا. كل ما يصعدن هذني يعني يطن تصور أن الموروث الجيني قوي. هذا موضوع بالله من تقدير الأطباء والمختصين، ولكن بالنسبة لكم كآباء من ترجحون أرجحية الضرر الولادي راح يصير دور المكملات مهم. يعني الابن تعرض لوعكة صحية فراح يكون نمو جهاز العصبي المركزي بطيء، مثل نقول بعد هو جدته مشكلة، يعني راح يكون بطيء وما متفاعل وفيه نقصات ببعض الفيتامينات وجسم ما يعرف يستخدمها. فإذا أكو ضرر ولادي راح يكون دور المكملات مهم، هاي واحد. النقطة الثانية، إذا الطفل مثلا ضعيف جدا يعني جسمه بنيته ضعيفة، يعني على الأرجح أنه امتصاص الغذائيات عنده راح يكون ضعيف وقليل أو أكله قليل، فإذا راح يصير الاحتمالية لديه ضرر عصبي آخر، مثلا تأخر كثيرا في المشي، جسمه راخي يعني منظر العام مو طبيعي، يعني بي مثلا مشيته مخربطة، يعني ما يقدر يمشي متوازن، تحس أنه عنده مشكلة عضوية مو فقط مشكلة سلوكية. مثلا فيه مشاكل جهاز هضمي مكرر، هاي هم مهمة، لأنه معناها الامتصاص عنده مرتبك، معناها عنده مشكلة عضوية ثانية. هل هذه الأمور بالإضافة أنه إلى وجود الضرر الولادي وقلة السلوكيات التحددية بالمقارنة مع باقي المحكات، يعني مو بوحد، هاي مهمة طبعا، مو الكل اللي يقدرون يفهمون معناها إلا المختصين، لكن هذا الوقت راح يكون إحنا ابننا إحنا نسميه
اذا يجوني بعض الناس للعياده اقول لهم هذا سكندري اوتيزم او التوحد الثانوي، يعني شنو؟ يعني مو برايمري، مو كلاسيكال، مو كلاسيكي، وانما جاء نتيجه ارجحيه ضرر ولادي. طبعا من خلال نظرتي العامه ومن خلال تقييمي لها ومن خلال معرفه محك التكرار ومن خلال ايضا نظرتي للابوين والموروث الجيني نقيم هذا الطفل عنده ارجحيه ضرر ولادي. في حالة وجود أرجحية الضرر الولادي تصير الحاجة للمكملات مهمة، والحاجة لفيتامين دي بقاء في مستويات جيدة مهمة. فإذا كثير من الأخوة طبعا عندما يزورون مراكز مثلا حتى في أوروبا أو حتى في مراكز متقدمة لا يوجد توجيه، لأنه يشخص الطفل فيه توحد وتأتي النصيحة أنه هذا ما يفيد غير العلاج السلوكي ودربوه بالبيت و و و وإذا بهم واحد شوية متجرع يقول له فيتامين دي تأكد بعد خلاص. بهالحالة الحقيقة أنا أعتبره ظلم هذا للطفل. الطفل محتاج إلى كثير من النواقص، وخاصة اللي ذكرتها في البوستات السابقة اللي هي تسمى ميتوكوندريال ديسفانكشن سبليمنت، اللي هي المكملات التي تساعد مصنع الطاقة في الخلايا اللي هو الميتوكوندريا بأنه يستفيد من الطاقة في الجسم ويحولها. بذلك متوقع أن يكون هيك طفل تعرض لضرر ولادي أن يكون عنده الجسم مصنعي الطاقة في الخلايا اللي هي الميتوكوندريا تكون مو كلش تصنع كما ونوعا، انه ما تنتج طاقة قوية للدماغ حتى يستطيع انه يوصل التوصيلات العصبية ويؤدي مهامه بصورة سليمة. طبعا هناك بعض التحاليل يمكن ايضا اختبار وظيفة الميتوكوندريا فيها، لكنها غير معتمدة بصورة دقيقة، ولكنها ايضا احيانا تعطي صورة في البلاد المتقدمة يستخدموها، وخاصة اذا يوجد على الطفل ما ايضا يؤكد وجود هذا الضرر. ولكن نحن من باب يعني غلق الأسباب لا بأس هنا، بل أشجع على استخدام المكملات الغذائية بصورة سليمة واعتمادا على عمر الطفل. وطبعا بالنسبة للمكملات الغذائية هذه احنا قلنا موجودة في الصيدليات، يعني ما يحتاج احنا نروح على واحد مثلا عشاب ويقول لنا انا اخبط لك وما نعرف ايش حاطين به وجرعة صح لو غلط وهذا شو هو، يعني شنو هو تجربة. لا، هذه دراسات علمية تقول انه المركبات اللي تساعد الميتوكوندريا هي تساعد الطفل هذا حتى يتحسن، من ضمنها طبعا مجموعة الفيتامين بي بكل انواعها، وطبعا الفيتامين اي والفيتامين سي هذين المضادات الاكسدة، وايضا الكارنيتين اللي معروف اللي هو نافع جدا فد امينو اسيد، ايضا اكو كوانزايم كيوتين هذا هم موجود. انا طبعا اللسته نشرتها بالبوست السابق، يعني تستطيع ان تعرف الجرع وتستطيع ان تعرف المواد كل ما انت زيد المواد هاي، يعني مو بالضروره كلها تجيبها لكنها نافعه بصوره عامه. طبعا حاطي لك جرع يعني محسوبه، وطبعا جوبسن يمكن بالله ياها منو هم اكو فت خلطه خاصه لاحد المستشفيات هم نشرتها آني، ماخذين الأساسيات يمكن حوالي 6 أو 7 من المكملات. فالمكملات هي ليست يعني سر من الأسرار، وليست أنه يعني هي عبارة عن سحر، إنما هي تنفع هؤلاء الأطفال بسبب مشكلة حقيقية أنه عندهم مثلا قدرتهم على الاستفادة من الطاقة ضعيف. فأنا أشجع هؤلاء الأطفال اللي عندهم أرجحية ضرر ولادي أو ما أسميهم بالسكندري أوتيزم أو التوحد الثانوي على ضرورة استخدام تلك المكملات الغذائية والفيتامينات بالجرعة اللي هي تناسب أعمارهم وموجودة حتى يعني بالعراق. إحنا طبعا عندنا خلطة بس مو كاملة في مركب اسمه الأوميفال، والله أنا اكتشفته أخيرا بتقريبا 10 منهن أوميفال، أنا أكتبه لكثير من الإخوة وما يضر هذا حتى بوصف الصيدلي على العمر لا بأس به ومقوي يعني. وأيضا تستطيع أن تجد أيضا الباقيات، طبعا الفيتامين دي هم لازم تأخذه. فإن
انت يعني ما يحتاج تروح العشاب ويكتب لك ويجيب لك ويخبط لك واحتمال يخلي لك دواء وما تدري واحتمال عرض ابنك يخلي لك بمواد سامة. لا، انت مجموعة فيتامينات، مجموعة فيتامينات معروفة محطوطة عندك بالبوست، شوف لي بأي أدوية تلقيها وبالجرع، هاي موجودة اعتمادا على العمر على الوزن أنا حاطها لكم. فالأخوة اللي تتابعين رجعوا عنا على الصفحات، أنا كتبت بعنوان ضعف أو عدم قدرة الميتوكوندريا باستهلاك الطاقة أو مشاكل الميتوكوندريا وربطها مع التوحد. في هذا البوست راح تشوفون نزلت 4-5 اتاتشمنت وياه، وفيها موجودة الجرع وفيها المواد، وتستطيع أن تستخدموها خاصة إذا مكاناتكم بعيدة وما تقدرون تزورونا، واللي يجونا يذكروننا هنا دائما، وأنا طبعا دائما أنصحهم إنه نحاول أن نعطيهم. طبعا الجرعة تكون على الوزن وبإشراف صيدلي إذا كانت بس مجرد فيتامينات، طبعا الطبيب لازم يتدخل إذا كان تشخيص. فلكن هذه فكرة لكم مهمة جدا، لأنه بعض الأطفال يعني سيجدون طبعا تحسن واضح قد يصل إلى مرحلة، يعني بعض الأطفال يعني سجلت حالات أنه يخرجون من التوحد، لكن طبعا النسبة قليلة. فهي أما تساعد في وقف تدهور التوحد أو تساعد على الخروج من التوحد أو أحيانا تعالج التوحد، وهي حالات مسجلة لكنها ليست كثيرة، وبنفس الوقت تكون داعمة مع العلاج السلوكي ومع بقية الأمور الداعمة للخروج من التوحد حتى الابن يتحسن. وكل ما يكون مبكرا استخدامها، من شكيت بابنك ضعيف ونمو وقليل وكذا وصارت له مشكلة من عمر السنتين حسيت بيه ومشتغل، كل ما تكون احتمال فعلها أفضل ونفعها لإخراج أولادكم تكون أفضل. فاستخدموها بعلمية، استخدموها مثل ما مكتوبة بالطب، لا تدخلون وسطاء، ما تحتاج الأمور وسطاء. أنا قلتها هنا حتى الكل يفهم، ما أريد تكون هناك أشياء مخفية في التوحد. التوحد العلم مكشوف فيه يومية، آلاف بل عشرات المقالات تكتب. نحن لا يصح أن نأخذ المعلومة من ناس ما مواكبين، وإنما نأخذها من المواكبة، العلم، الأطباء المهنيين الحقيقيين الصادقين اللي هم متابعين أهل الاختصاص. فهذولا طبعا هم أولى، وطبعا إحنا إذا كانت عندنا ثقافة طبية قوية نقدر أنه نتابع المواقع الرصينة، و عدم الانتباه لما يكتب بالفيسبوك من هذا وشخص غير معروف. غالبا هناك متاجرة في مشاعر الناس اللي عندهم مصاب التوحد، وهذه مشكلة كبيرة. نريد منكم أنه تتوعون وتكونون أنتم مسؤولون معانا على منع أي خزعبلات، أي أضرار تصيب أطفالكم من خلال نشر الثقافة الصحيحة، من خلال دعمه ومشاركة هيشي فيديوهات في مواقع كثيرة، لأن هاي مسؤوليتكم. مثل أنا خليت الآن من حكيت هذا الكلام، يعني مثل ما يقول بريت نفسي من أنه أعلن هذه المعلومات المهمة، ويبقى مسؤوليتكم أنه تنشروها، وشوفكم خير وفي أمان الله.